بالقطار، هنذهب للمحلة أولا، وقبل كمان ما نذهب لمراسلنا سامي جاد الحق من هناك، انفجار القنبلة الذي أودى بحياة 2 من المواطنين بالإضافة إلى إصابة 10. كيف تتعامل المحلة مع هذه العملية الإرهابية؟ هنتابع معاكم ده على الهواء، بس تعالوا نشوف التحقيق التلفزيوني المتعلق بتفاصيل ما حدث. العملية عملية اقتصادية بإيه؟ في قرب اجتماع المؤتمر الاقتصادي اللي اتعمل في مصر بيعمل تفجيرات لكده، وده اصلا عمل خطير. لازم نكون كلنا كل واحد مواطن هو يكون شرطه وجيش في نفس الوقت، مش مدني بس، لازم نكون كلنا صاحيين. عيالنا كده بيموتوا هنا وهناكم في كل حته، ما ينفعش اي واحد شايل شنطه يتفتش، اي واحده شايله شنطه مرقبه تتفتش، وما ينفعش اللي بيحصل ده. انا بقول للجهات الامنيه اللي في الدوله، احنا من هنا من المحله مفيش ارهاب عندنا في المحله، الناس كلها محترمه، دول كلاب من حماس بييجوا يفجروا هنا في مصر. في هنا كمرتين عند البنك ده، كمرتين. الناس دي لو ما جاتش حالا اهوت يبقى الدوله متواطئه مع الناس دي. عايزين نضرب الارهاب والاخوان، لان اللي بيحصل في مصر حرام. احنا مش عارفين ناكل عيش، مش عارفين نروح شغلنا من الارهابيين والاخوان. ابني اتعور، كان بالصدفه ماشي، يعني كان قريب من المكان اللي حصل فيه الانفجار، فلما حصل الانفجار ابنه اغمى عليه، ما دراش بنفسه. عمره ما زعل، عمره ما قال حبيبي وروح قلبي، روح قلبي وحبيبي وحبيبي وروح قلبي. عمره ما هنساه، اخش بيت من بعده ازاي يا حبيبي يا حني، انت كنت نسيت عليا يا ابراهيم، يا ابراهيم يا اسمي غالي حبيبي، طلب عرض طلب عرض. 21 سنه كان يطلع شهيد، ماشي يخش عليا بقى، ماشي يخش عليا بقى. رد على امك يا ابراهيم، يا رد على امك يا ولد، هو كان حنين لك ايه؟ العمليه دي اول مره تحصل في المحله، وان شاء الله اخر مره، واحنا بنطالب باعدام الاخوان، واللي هنمسكه احنا بايدينا هنقطعه، مش هنستنى الحكومه هنقطعه. احنا عن نفسنا احنا مش هنستنى الحكومه، عشان اخويا اما يبقى بيموت جوه وانا قاعد اتفرج عليها كده ومحدش بيجيب له حقه، انا اللي هنمسكه هنفسخه بايدينا. جينا الصبح لقينا المنظر زي ما حضرتك شايف، الضرب والبهدله والشاذة ضربه هنا في المخزن، والجبنه والسلع دي بايظه، وعند الحيطان هنا زي ما انت حضرتك شفت مضروبه، وده طبعا خساره علينا وخساره على الشركه. طبعا كده هنوقف الشغل النهارده، والناس التجار واقفه بره عايزين يصرفوا، مش عارف اشتغل لهم النهارده، يعني واقفه حال من جميع النواحي. لا يوجد في القصر ومستشفى المحله العام، وبقولها باعلى صوتي، متخصص في جراحه الاوعيه الدمويه، ازاي يكون عندي واحد مصاب بانفجار ما عندوش غاحة لأولاد موية؟ حالة من الإرهاب، حالة من محاولة زعزعة الاستقرار في مصر، حالة من محاولة إعطاء انطباع للعالم كله أن مصر ما فيهاش استقرار. مصر فيها استقرار، ومصر هتنجح، ومصر المستقبل، المؤتمر الاقتصادي هينجح رغم كيد الكائدين. الإصابات هم كله 11، 2 وفاة و9 مصابين، 4 في العناية المركزة و5 حالتهم مستقرة. احنا عندنا ساعه ما جت الحادثه امبارح الدم اللي عندنا طلع، وخدنا 15 كيس من مركز القلب، والبنك الرئيسي بعت لنا 40 كيس، 10 من كل فصيل، وعندنا دم زياده جوه في الثلاجات جوه موجود. الحدث اللي حصل امبارح مجزره بالفعل، مجزره بكل المقاييس. دخلت مع الناس العمليات، وبقينا نشيل الجثه اللي دخلت. عندنا كان حالات الجراحه خطره جدا، حوالي 13 انسان، فيهم واحد حاليا في اوضه العمليات بينشال شظيه من رجله ومن جسمه. الجندي اللي في الشرطه العسكريه اللي مات وصادف مروره وهو ماشي من قدام الانفجار، حاجه يعني بصراحه لا يمكن، لا يمكن تحصل. زي ما انتم شايفين اهالي المحله خاصه النساء تتصدرن المشهد، الشعب
يريد إعدام الإخوان، وتم تنفيذ أول حكم إعدام اليوم. العمليات الإرهابية ما بتخوفش الناس في مصر، بالعكس بتؤدي إلى تماسك المجتمع وتؤدي إلى صمود الناس وتؤدي إلى تكتل المواطنين.